احنا مظبطينها كلياتها. ايه حبيبتي؟ هاي مامي. هاي حبيبتي. اوكي اورفاي ام زكوا. الله معك. شوبت مع انه كثير برد بس شوبت. حبيبه قلبي. عادي. شو انت لهلا ما خلصتي ترتيب البيت؟ بلا مخلصه بس مرت عمو طلبت مني ارجع رتب الرفوف. ليلوشي حبيبتي انت مو قلتي لي اليوم بدك ترجعي بكير؟ ايه مامي بس خلصنا محاضرات على بكير ورحت انا والصبايا على السوق ونقينا هيك كثير شغلات بحزيلي شو جبت. ارجيني لشوف. شوفي. شوفي. واو. يا سلام تقبري قلبي على هالذوق شو كلاس. لك فعلا فعلا عندنا الذوق بالوراثه. ايه بس حزيلي شو؟ مو كله عنا وارسينه، يعني في هيك كم حدا دون مستوى وما في ذوق ولا اخلاق. معك حق، والله معك حق. لانه الذهب تقبريني ما بيلبق الا لبنات العز والجاه، مو لمين من كان بيلبق الذهب. طبعا تلبسيها بالهنا تقبريني. مبروك. سناء تعالي شوفي لي قطعة هالذهب، تعالي اعطيني رايك فيه يا حبيبتي. كتير حلوة تهني فيها مبروكة. طب شو فيها؟ ماشي حبيبتي كفي شغلك بعد اذنك. يلا تحركي شبك ضل واقفة عم تصفن. بدنا نتحملها عشان ما نزعلي. هذا اخوك ومصايب اخوك شفتي؟ شوي شوي. قومي ساعدي مرت اخوك. يومي ابو رجي شباب شلون ليال بتقوم تساعدها؟ مانك شايفها كيف تعبانه كل النهار برا بالدراسه وهذا، بعدين مانا مدعوكه هي مثل سناء لتساعدها خلاص. ايوه لو سمحتي تسكبي لنا بس قبل ما تاتي. ايه على عيني. يسلم عمي يسلم. ما بدك رز عمي؟ لا يسلم عمي. اسكبي لك ولامك. عادي يا سناء. يلا بي. معقول يا ربي. تعالي. ما تكتري لي. بتعرفي ما بحب اكلها كلها سنة. شوي. لا 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 ما بدي ما بدي خلص انت تقيلي عليكي هذا. بس. شو قال يا البطاطا؟ ليش هيك ريحة البطاطا؟ دقتيها؟ لا ريحتها هافة يعني زيت قديم ما بعرف شو يعني. لا دوري يا طيبة. لا مانا طيبة. خلصنا. معلش معلش. سناء ليش ما سكبتي؟ أنا بعرف إنك زعلانة ومضايقة. لأنه راجي ما قدر ينزل من الكويت، بس هيك الظروف لك عمي. اضطر يستنى البضاعة. لا عمو مالي متضايقة، يعني أنا بعرف وضع شغلكم كتير منيح وأكيد راجي لو كان بيقدر ينزل كان نزل. ما شاء الله. وليش عم تبرر له والله؟ يعني أنا أمه لراجي اللي هي أمه ما حكيت الحكي. هو أنا أخته. هلا شو في أخبار؟ تسلم لي أنا حجزت بالبيوتي وومن ولازم أعمل عدة شغلات ولازمني شوية مصاري. إيه بابي وأنا كمان بدي مصاري. لك ابي ما صار لي كم يوم اعطيكي مبلغ كبير، حلك تصرفيه؟ ايه خلصوا لانه ما عرفت شو اشتريت. شوف اشتريت. تلا ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. عمي سناء شو بيلزمك بتحكي مباشره، انت بنتي كمان. ما بدي غير سلامتك عمو. وشو رح يكون لازمها يعني ما شاء الله؟ كل شيء موجود بهالبيت ومن مجاميعه من احسن ما يمكن. عايشه احلى عيشه. ببيت ما بتحلم توصل له، أخذت شب كل الدنيا بتحلم فيه ونشلناها من حارة ما بدنا نحكي شو هي يعني، الواحد ما بصير يحكي. لو كلاس. ما بقدر أحكي هذا الحكي بس يعني كثير هيك سترو يعني، عم تاكل أحلى أكل وبتلبس أحلى لبس. لك شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ هذا المستوى بدنا نحكي بالأكل واللبس نحن؟ طبعاً أنا ما حدا حاسس فيني. لأنه ابني اللي غايب عني وما عندي غيره ما بحس حدا بوجعي كيف غايب عني وكيف عم اتضايق وكيف عم بتعب وعم بحزن. انا شو بدي من كل هالشيء غير اني اشوف ابني يعني ما بعرف ما بعرف هيك شو بدي. لك خلصنا بدنا نتبعط هالليمه.
يا سناء يا بنتي، يا سناء تعي لهون. لا وما عم بترد كمان. لكان دلال لكان. اي شفتي؟ بس يا حزينة آخر مرة لما شفتها، ما معقولة شو متضايقة. لك كمان هي صارت فيها شغلة تاية إنه ابنها اتجوز وحدة هيك كيف ما كان. اي يعني وبتعرفي كيف الوضع. لك أختي من الآخر فعلا الناس ما قامت. اي والله. لكن شلون يعني؟ جايب لي وحدة من الشارع وبده يحطها ببيت، وهدول عيلة كتير أكابر. منيح ما انجلطت يا حرام. ليش هي شو قالت لك؟ بدها تجي؟ ما بعرف والله أنا، ما قالت لي. إيه إيه بكل الأحوال إيه بنتصل ببعض وبنتفق على موعد. إيه طبعاً. لك ولا يهمك تقبريني. ولا يهمك. إيه إيه. لا أنا قايلة للكل، اتصلت بالكل. بس صفيت هي، إيه ما حكيت. حكي يا أنت. وقلي لها الموعد. إيه طبعاً. تمام تمام. ايه ماشي حبيبتي. اوكي اورفار. باي باي باي. مرت عمو من بعد اذنك بدي اروح لعند بيت اهلي. تسلمي لي، اليوم ما فيك تروحي لانه عمك بده يتغدى وعندنا سمك بانواع وانا ماني فاضي ابدا اعمل له اياه. ايه خلص ما في مشكله، باجل روحتي لبكره. وبكره ما فيك تروحي كمان لانه جايين ضيوف المساء وانت اللي بدك تشتغلي. طيب لكان رح قلها لأمي إنه بجي لعندهم بعد بكرة بقضي النهار. يعني مو معقولة أنت على فكرة، مو معقولة منوب يا سناء. على شو قاتلي حالك لتروحي على هديك الحارة المهررة المعفنة وقاتلي حالك بهالطريقة هي؟ أنا ماني فهمانة. لا بجد بجد في ناس ما بتلبق للنعمة والأكابرية. طيب مرت عمو. الله يسامحك يا راجي، الله يسامحك على هالبلوي. ليش وينها امي؟ امك مانا عم ترجع لاخر الليل. ليش ما عم ترجع لاخر الليل؟ لانها عم تشتغل اكثر من شغله. عشان تفهميني شو في، شو صاير؟ بصراحه أخوكي غالب كتير تعبان وبده عملية، مشان هيك أمك عم تحاول تدبر المصاري. يا الله دخيلك، لك وليش ما خبرتوني لهلا؟ لأنه منعرف شو بيت حماكي وأنه صعبين كتير ونحن ما بدنا نسبب لك مشاكل. حول ولا قوة إلا بالله. خلص روحي أنت بلا ما تتأخري، أنا بحلها. ماشي بخاطرك أختي. روحي الله معك. لك يا سناء، وين هاي البطيخة لهلا؟ خير إن شاء الله، شبك؟ هلا خبرتني أختي إنه أخي الصغير مريض صار له فترة وأنا ما بعرف وبحاجة لعملية وهي العملية كتير بتكلف. شبك عم تحاول تبرر. شبك صراحة والله بدك تحكي لي قصة حياتك يعني ايه شو بعمل لك يعني هلا؟ روحي اشتغلي، روحي استرزقي، روحي ملي غرفتي، بدي ارجع لاقيها نظيفة ها، لأنه ما عم بعرف غرض من غرض، بدي فوت على المطبخ اعمل نسكافيه وارجع لاقيها نظيفة. يلا. شو بهي بضل ما بيعجبها شيء؟ إذا بات فيني أدفع تكاليف عملية أخي.
هي ليالي وحدة مغرورة وبلا أحساس، تستاهل إني ضايقة وأقهر على سواردها. أي تستاهل. بالله شو؟ شلون بدك تاخذها يعني هلا؟ عندي 100 قصة و100 شغلة بالبيت أبو راجي. هن ساعتين زمان، باخذها بتشوف أهلها وأنا راجع من شغلي بجيبها معي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما عاد يتأجل هالمشوار العجيب معكم؟ عم قلك وما كنت فهمي؟ مرت ابنك هي؟ هي ما أنا شغالة عندك؟ يلا يا سناء. أنا لهلا ما عم بستوعب كيف ما بتقولولي لك، ليش ما بتخبروني؟ كنت عملت شي؟ ساعدت بشي؟ لك بقعد مع أخواتي؟ ما حبيت زيد همك يا عمي، بعدين أنا بعرف وضعك بهداك البيت وبحس فيكي كمان. أمي قليلي قديش ناقص لسه مصاري؟ المبلغ اتأمن كامل وزيادة، اشتريت أكل وشرب ولحمة وجبت كل شي. من وين؟ من عمك أبو جوزك. عمي والله ما بعرف شو بدي اقول لك، انا خجلانة كثير من اللي ساويته، تحديدا بعد وقفتك مع اهلي. شو ساويتي لك عمي؟ اليوم كنت عم رتب خزانة ليال واخذت اسوارت الذهب الجديدة، كنت زعلانة ومشتتة كثير على وضع اخي وما بعرف شو بدي اعمل، وخجلانة اطلب من راجي مصاري وذهباتي كلهم مع مرت عمي، لحظة شيطان اخذتها. أتمنى أنك تسامحني والله، ما أنا أول مرة بحط حالي بهيك موقف. ماشي عمي ماشي، ومثل ما بيقولوا الاعتراف بالذنب فضيلة، يعني كان فيكي ما تحكي لي الشي اللي صار، بس أنت أصيلة وبنت أصول. عمي بترجاك تسامحني، وإذا ما سامحتني أنا هلا بضب أغراضي وبرجع لبيت أهلي. ولا يهمك عمي ولا يهمك، انسي الموضوع نهائيا. يلا تفضلي. لك يا بابا انت ما بتعرف شي، هي التافهه الجوعانه هي اللي سرقت لي الاسواره، لانه ما حدا غيرها فات اوضتي ونظف لي اياها وفتح خزانتي. ايوه، وانت ما سالتي حالك ليش طلعت على اوضتك وليش فتحت لي خزانتك؟ وانت يا مدام اعطيتي الشغاله اجازه ها؟ وكنتك صلى شهر ما راحت لعند أهلها. طبعا بدك تعطي الشغالة إجازة لأنه معتبرة حالي صار عندك شغالة بالبيت اللي هي كنتك يا مدام. وحضرتك لك أنت ما بسعي على حالك تخلي مرت أخوك تطلع تنظف لك غرفتك؟ بابا هي اللي عم تدافع عنا، هي اللي سرقت لي الإسوارة. سرقت لك الإسوارة؟ شو تفضلي هاي الاسواره. انا قلت لها لمرت اخوكي جيبي لي الاسواره منشان كمل لك طقم الذهب تبعك، بس بطلت لانك انت ما تستاهلي. على كل راح ابعت كنتي على الكويت لعند جوزها، خليها تعيش عيشه هنيه هي وياه وتخلص من نقكم من الفجور تبعكم. شو عم يصير؟ عادي. امتى بده يفهم انه الناس مقامات؟ ما عم بعرف. عادي. طلعت من قلبي هي الاسواره،